السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقائي. اسعار الدولار والعملات ليوم الاحد 29/10/2023 على مدار اليوم بنتشرف بحضراتكم وبنستعرض اسعار الدولار والعملات في البنوك واسعار الدولار والعملات في السوق السوداء كما ذكرتها مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض حالا اسعار الدولار والعملات في البنوك فضلا وليس امر. اتمنى دعمكم باشتراك ولايك. سجل الدولار 30.75 جنيه، اليورو 32.50 جنيه، جنيه استرليني 37.34 جنيه، جنيه استرليني 37.34 جنيه، دينار كويتي 98.83 جنيه، ريال قطري 7.80 جنيه، درهم اماراتي 8.38 جنيه، الريال السعودي سجل اليوم في البنوك 8.19 جنيه. اسعار الدولار في السوق السوداء كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، لا يزال الدولار على ارتفاع الكارثي، سجل شراء 45.39 جنيه، والبيع سجل 45.59 جنيه. بشكر حضراتكم دايما وجودكم على راسي من فوق، شكرا لحضراتكم فضلا وليس امر دعمكم لقناتي انا وحياتي باشتراك ولايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.